ثرو اني اري الاراي دائما مرتبطه باللوب، يعني ما بزبط عندنا اراي بدون لوب. اوكي، يعني بالضبط زي عندنا بنايه. اوكي، لان انا الاراي دائما بشبهها بالبنايه بعماره، وهي العماره بدها مصعد عشان نطلع بين الادوار، فاللوب هو المصعد تبعنا. وبنحب اللوب الفور احنا اكثر من الوايل، بس يعني انه لوب. هلا عندنا دائما يعني عشان امشي من من الموقع الأول للموقع الثاني للموقع الثالث للموقع الرابع للموقع الخامس لازمني لوب. أوكي، إن الطريقة اللي زي هيك يعني مثلا أسند القيم، يعني شرحناها المرة السابقة، مثلا أكتب اسم المصفوفة الموقع وأسند القيمة اسم المصفوفة والموقع وأسند القيمة، هاي طريقة غير مجدية. يعني لو كان عندي 1000 عنصر معقول أكتب 1000 سطر؟ أكيد لا. فعشان هيك باستمرار نستخدم اللوب. أوكي، مثلا هاي المصفوفة اسمها هون بكل الملخص اسمه values، انتو بتقدر تسموها اي اسم تاني، ما بتفرق معنا. هاي المصفوفة، هذا الاندكس 0، هذا الاندكس 1، هذا الاندكس 2، هذا الاندكس 3، هذا الاندكس 4، وهدول كتير مهمين الاندكسات نعرفهم. هاي المصفوفة هون اول خطوة. طبعا قبليها اوعكم تنسوا انه في main public static void main string argus والكلاس، طبعا اكيد لازم يكون موجود، وليها بس هو ما حطين لكم أهم باراجراف في البرنامج. عنا هون عرفنا وأنشأنا مصفوفة اسمها values من نوع int، حجمها كم؟ هذا السايز تبعها 5، هذا السايز. أوكي، السايز تبعها 5 يعني فيها 5 عناصر، إذا بتبدأ من 0 وبتنتهي وين؟ عند 4. واضح؟ هاي اسمها declaration and creation array، يعني تعريف وإنشاء مصفوفة. واضح؟ اوكي، هلا 4 بدينا 4، انت الاي عرفنا متغير اسمه اي بيبدا من 0، اي اقل او يساوي اقل، اسفه، اسم المصفوفه دوت لينك. دوت لينك هاي بنسميها ميثود، هاي ميثود جاهزه داخل جافا. شو بتعمل هاي الميثود؟ هاي الميثود تعيد طول المصفوفه، كم طولها؟ خلص بدل ما الطالب هون يكتب 4 او 5 ويخربط، لا هي خلص دائما ما بتحطوش مساواه، اقل من اسم المصفوفة دوت لينكث، هو بيعرف لوين يوقف لعن طول المصفوفة. يعني إحنا هون لو بدنا نكتب نقدر نكتب بس 5، هيها صحيحة، بس اللي مو عارف أكتب 4 ولا أكتب 5، لا يحط دوت لينكث وهو الكمبيوتر رح يعرف إلى طول المصفوفة. أو ممكن نستعين عنها إذا بدهم نحط I أقل أو يساوي 4، صحيحة، يعني ممكن نحط I أقل أو يساوي 4، صحيحة، ممكن نحط I أقل من 5، صحيحة، ممكن نحط I values دوت لينكث برضو صحيحة. هاي عنا لنهاية المصفوفة، كل مرة تزيد i واحد. شو عم بحكي هون؟ بحكي لنا values ال i تساوي i. اوكي، شو يعني values ال i تساوي i؟ يعني قيمة ال i نحطها في values ال i. يعني كيف؟ برضو احنا ما فهمنا، هاد افرجيكم كيف نقصد فيها. نيجي هون، انا رح احط قيمة i هايها هون، حلو؟ هاي قيمة i، دعمل tracing، وهي المصفوفة تبعتي. أوكي، الآي كم قيمتها في البداية؟ بدت من 0، إذن values مين؟ الصفر. طب وين values الصفر؟ هاي values وهي الصفر، هاي values الصفر. شو أسند لها قيمة الآي؟ قيمة الآي كم؟ صفر، إذن رح أحطها هون. واضح؟ هاي إسناد، منيح؟ شو عم بحكي لي هون؟ إيه خليها بديش هاي، معلش هدول ما بدي أتبعهم هلأ، بس اعتبروهم أني شطبتهم من البرنامج. وهنا الفور، الفور هلأ رح ترجع، كم رح تصير الآي؟ رح تصير 1. فعم بحكي لي values الآي، values الآي يعني values كم؟ 1. شو أسند لها قيمة آي؟ قيمة آي كم؟ 1، هنا أسندنا لها 1. واضح؟ عدين ترجع الفور مرة تانية، شو رح تصير؟ 2. values الاي values كم؟ صارت 2. شو اسند لها قيمة الاي؟ 2. طبعا مو ضروري دائما هيك اسند، يعني مو ضروري دائما اسند هنا اي، ممكن ادخل قيمة عن طريق سكانر، ممكن احط قيمة اللي بدي اياها، مثلا اي في اي، اي زائد اي، اي قيمة بدي اياها يعني ادخلها عن طريق سكانر ممكن. اوكي، بس هي طرق ادخال عناصر. رجعنا صارت عندي 3، values الثلاثة هاي values هاي الثلاثة، شو أحط فيها؟ قيمة i، قيمة i كم؟ 3.
ارجع للفور بتصير 4. values الأربعة، اوكي values الأربعة شو احط فيها؟ values الأربعة هاي value، هاي اسم مصفوفة، وهي الدور الرابع. شو احط فيها؟ احط فيها قيمة الاي، قيمة الاي 4 رح تصير اي 5. 5 مش اقل من طول المصفوفة رح يطلع. هون ادخلنا قيم للمصفوفة، هيك ادخلناهم. شو هدول الاشياء اللي تحت اللي انا شطبتهم؟ بس انا شطبتهم عشان ما اصعبش عليكم البرنامج. هلا افرضوا نفس البرنامج وصدتنا له هاي العبارتين، شو رح يصير فيه؟ هلا اللي رح يصير فيه امر بسيط جدا، يعني ما في صعوبة. مش كانت values الصفر، هاي values الصفر، مش أدخلنا فيها صفر؟ اللي values الصفر اللي هي صفر، صح؟ values الصفر لما كانت صفر، لما كانت قيمة i صفر، values الصفر هاي values الصفر ضرب values الصفر، اوكي؟ لنعوض بالصفر. صفر ضرب صفر كم؟ صفر. y كم راح تساوي؟ صفر. بعدين أنا system بدي تبرنت y، راح يطبع لي صفر، رح يرجع تصير قيمة الاي كم؟ 1، صح؟ فقال لي values الواحد حط فيها 1، أنا حطيت values الواحد 1. أنا كأني عملت برنامجين، أول مرة عملت البرنامج بدون هاي الفقرتين، بعدين رجعت أضفت هاي الفقرتين، أوكي؟ حطينا 1، بعدين قال لي values مين الاي؟ يعني values الواحد، values الواحد اللي هي هاي، ضرب values الواحد اللي هي هاي، شو قيمة values الواحد؟ 1. يعني 1 ضرب 1 شو بيساوي؟ الواي شو رح تصير قيمتها؟ 1. تقسم الأوت برنت واي رح يطبع لي 1. رح يرجع تصير الاي كم قيمتها؟ رح تصير قيمتها 2، والاثنين رح نحطها داخل مين؟ المصفوفة اللي هي هون انا حطيناها. وقال لي values 2 كم قيمتها؟ 2. 2 ضرب 2 لانه values الاي في values الاي، values 2 في values 2، هاي values الاثنين، شو جواها؟ 2. 2 ضرب 2 4، وين رح تصير؟ في الواي. سيستم الاوت برنت 4، صح؟ ليطبع لي قيمة الواي. رجعت صارت 3. فهون values الـ i اللي هي values الثلاثة، شو نحط فيها؟ قيمة الـ i اللي هي الثلاثة، صح؟ بعدين نحكي y، values الـ i اللي هي الثلاثة كم قيمتها؟ 3. 3 ضرب 3 9، وين بدي أحطها؟ بالـ y. تسمع أبرن 9، وهلما جرى للأربعة رح تطلع 16، للخمسة 25، يعني تطلع تربيع العدد المصفوفة. هاي هي كل الفكرة، واضح؟ هون حل نفس البرنامج، نفس البرنامج بس بمين؟ بـ while. ما بدكم تحلوه بواي العادي، حلوه بفور، يعني ما في مشكلة. نفس الشيء عرف أو أنشأ مصفوفة من 5 عناصر، دائما بالواي بنعطي، نعرف عداد بنعطيه قيمة البداية، هاي كنت شرحها سابقا، فعطيناه قيمة بداية i صفر، هذا شرط الخروج. واي i أقل من valued length اللي هو طول المصفوفة، حط قيمة الi في values الi، بعدين اضربها الi في الi يعني القيمة في نفسها، وحطها وين؟ بالواي، واطبع لي قيمة الواي اللي هي رح تطبع لي هاي القيم. بعدين زيد العداد 1 عشان يرجع ويروح على العنصر الثاني من المصفوفة، بعدين يزيد العداد ويروح على العنصر الثالث والرابع والخامس. هاي بالنسبة لنا عملية المصفوفات، واضح؟ هاي هي. هلأ هذا البرنامج ما رح أشرحه، ليه؟ لأنه في ميثود، والميثود أنا لسه ما شرحتها بالقناة، فبس أشرح الميثود ونشرح البرامج اللي على الميثود، أوكي؟ لأنه هذا البرنامج في ميثود وأنتم الميثودات لسه ما درستوها.